قالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الروسية تحاول محاصرة القوات الأوكرانية في شرق البلاد أثناء تقدمها من اتجاه خاركيف في الشمال وماريوبول في الجنوب. أضافت الدفاع البريطانية أن القوات الروسية التي تتقدم من شبه جزيرة القرم تحاول الالتفاف على ميكولايف وأوديسا. اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف مع تطور العمليات العسكرية في أوكرانيا. ففي وقت أكدت مصادر حكومية أوكرانية أن القوات الروسية تواصل تمركزها على مداخل العاصمة كييف، كما أطبقت حصارها على مدينة ماريوبول، ألقت موسكو باللائمة على كييف واتهمتها بزرع ألغام في المناطق السكنية وتدمير البنية التحتية، بما أعاق مسارات الممرات الآمنة والمساعدات. حصار المدن الأوكرانية ألقى بظلال قاتمة على خطة الدعم الإنساني، حيث عرقلت قوافل المساعدات إلى حد كبير. وأكدت منظمات إنسانية أن الوضع في ماريوبول صار مأساويا مع افتقار السكان للطعام، إضافة إلى الحرمان من الماء والغاز والكهرباء والاتصالات. وإلى الجنوب الأوكراني، حيث لا تزال مدينة أوديسا تستعد لهجوم القوات الروسية التي تركز هجومها حاليا على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الشرق في مدينة ميكولايف. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صرح بأن نحو 1300 من جنوده قتلوا في أول إحصاء رسمي للسلطات الأوكرانية منذ بدء الهجوم. ومن جهتها أعلنت روسيا مطلع الشهر الجاري أن 498 من جنودها قتلوا، هذا وقد ارتفع قتل المدنيين إلى نحو 600 بحسب حصيلة قدمتها الأمم المتحدة. على الصعيد الدبلوماسي، تتواصل الاجتماعات الأممية هذا الأسبوع في محاولة للوصول لحل للأزمة الأوكرانية.